مرة تانية بشكر مجلس إدارة والسيد العضو المنتدب أستاذ عمرو الفقي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا مديرة التخطيط ومديرين التنفيذيين على تنظيم هذا العمل المتميز المتنوع الذي يتناسب مع كافة الاحتياجات وكافة التوقعات فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية الاستثمارية والتنمية الثقافية والتنمية الصحية، أيضا بالإضافة إلى التنمية السياحية. وضع الهيئة الحقيقة والشركة المتحدة لهذا المكان على الخريطة العالمية والخريطة السياحية العالمية من خلال حضراتكم والتغطية الإعلامية المتميزة بينمي في هذه المجتمعات الجديدة اللي الدولة تبنتها في أكثر من 19 و20 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، والغرض منها هو تنمية والخروج برا الوادي الضيق وتنمية اقتصادية وعمرانية وصناعية في كافة أرجاء الجمهورية. أشكر كل القائمين على هذا العمل، وانتظرونا إن شاء الله الأسابيع القليلة القادمة في كثير من الإنجازات وأيضا كثير من الفعاليات في خلال مهرجان العالمين ونسخته الثانية.